طريقة عملية إخراج القرفة، شوفوا يقطعوه بهالطريقة، شوفوا عشان بعدين بحيث إنه يسحلون. الحين شوفوا أها 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 أها، شوفوا هذا القشرة أطلعت، هذه الحين هذه يا ريحتها، شوفوا هالسائل تطلع منه ريحة، الحين يحطها بالشمس ويبس في البرياني. ها هالصور يسمونه قرفع. بعد ما يسحل هذه الشيره بهذا الطريقه، شوفوا يبسوه، وما عاد ما يبسوه، تعال بوريكم كيف يطلع في الاخير. هذا كذا شوفوا يبس، وهذا كذا بعد ما يابس كامل، يبس تغير لونه، يصير لونه بني ويكون جاهز للطباخ ولكل حاجه. من عمي من اتى بهذه الأشجار القرنفل وكل حاجة، من أتى بها إلى زنجبار؟ من هم؟ سعيد بن سلطان أبو سعيدي. سعيد بن سلطان؟ سعيد بن سلطان بن سعيد. السيد سعيد بن سلطان أبو سعيدي أتى بها إلى وين؟ إيه؟ إلى زنجبار. إذا سلاطين عمان. ها؟ أشجار كله تشوفه. إذا تشوف أمبزاني هو اللي جاب من هندي. إذا تشوف قرنفل جايب هو. قرفة كذلك من مدغشقر ما أعرف من هين. هو كان عنده، فجابوا من كل مكان هذا الثمار وجربوها واستوت. رحم الله من أتى بهذه الخيرات إلى هذه البلد. 4 شهور إلى شجرة الفانيلا تحتاج كم شهر؟ من فراخ إلى يعني يكون كامل 9 شهور. 9 شهور مثل نحن بن آدم ما شاء الله. هذه ستار فروت، هذا اللي له فايدة عشان نحن بن آدم، فيتامين سي، فول مينرال، آيان، فوائد كثيرة يوم تأكل منه ما شاء الله. هذا المزرعة أبوي كم سنة عندكم صار لها؟ من زمن إحبابي يمكن 150 سنة هذه المزرعة. ما شاء الله. أول كان حال سلاطين، حال السلاطين، عقب بعد صارت لكم؟ بعد سلاطين حصلها إحبابي بالطريق، يعني المعجزة ما شاء الله. ولي يومك هذه تنتج البهارات والفواكه وكل حاجه. ما شاء الله. خلاص الحين بنروح الحين نروح مع هذا ولا هناك؟ ايش هني عندك؟ انت تبيع شتلات القرنفل؟ اي نعم. ما شاء الله، ما قرنفل كل حاجه يعني. شوف الريحه الشير بروح ريحه، حتى يستعمل هذا ما شاء الله. وهذا يقدر يوديها عمان؟ اي لكن ما يستوي. ما تستوي؟ ها اعطيته واحد من الوزراء هناك 20 لكن ما صار. هذا ايش يسموه؟ وانغا. ايش يعني؟ هذا يسوي مثل بطاطا ويطحنوه ويبسوه بعدين يسوي منه حلوى. ما شاء الله. القص شوي كذا. وملبين بعد. بس ما احلى عن حلوات نحن؟ لا انتو تقولوا كذاك. هذه شجرة الشلشل. شجرة صبار يقول لك عمرها تقريبا 200 سنة. وهذه هني افوكادو، وهذه اشجار الافوكادو. وهذه الشجره اللي امامكم هي شجره الدوريان. هذا وهذا اللي تشوفونه تحت مزروع، هذا كله كركم، هذا اشجار الكركم. هذا الهنود يستخدموه لايش؟ في السلط. في السلط. اي والله صحيح. نعم صح، ريحته قويه. ابوي هذا ما اعرف شجره ايش هذه، نخل ولا ايش هذه؟ هذا بالانجليزي يسموه بام اويل. بام اويل. ماليزيا كثير هذا. يعني ايش هذه؟ يخرج منه حل. الحل؟ اي ما شاء الله. اي والله كانها خلا. بعدين هذا شجر عجيب. يوم يمسك هذا الفلفل الاسود وفانيلا مره يستوي. شوف هذا ما زرعته هنا بروحه قامت. هذا فانيلا وهذا فلفل اسود. فلفل اسود والفانيلا طبق فيها. عشان الوالد عنده اله. هذا حتى في الشوا يسويوه، حتى في الشوا. ريحته زين. يا الله يا ريحته يا جماعه. يا الله يا الريحه. اللي ما صدقته انه يقول لك الفكس يخرجوه من عروق القرفة. شوف 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 شوفوا شوفوا هذا ايش هناك بتطلع تحت ابوي؟ عروق مال هذا فكس. هذاك تحت العروق تحت. شوف 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 قاعد يطلع الحين، يقولكم من هذه العروق يستخرجون الفكس. شوفوا من هذا. انت واحد تشوف مو فكس ولا ما فكس، ريحه. اي ما شاء الله. والله ان ريحه فكس، يعني تحت فكس وفوق قرفه. ورق هذا تعملوه في يا جماعه ريحه فكس طلعت من هذا الجذع. يا الله.
مثل القرفة يخرج منها ثلاث أنواع من إيش؟ من الحل، حل زيت يعني. أيوة. زيت من الورق، زيت من العروق، زيت من القشرة. يا الله. أيوة. شوفوا فائدة القرفة. كل واحد يعني يغلب ربيعة. كل واحد يغلب ربيعة. يعني شوف سلاطين عمان يوم أتوا بهذه الأشجار ما أتوا بها إلا بعد تفكير ما هي الفائدة اللي راح يجنوها من هذه. شوف الحين بشمم الشباب وبخليهم يخبروني ايش الريحه. جيل تعال امسك هذه شجره القرفه، هذه اوراقها، شمها. اوكي شم شمها، خلصنا. اوكي هذا الجذع مال القرفه ايش يطلع، ايش شم ريحه؟ لا ما في ريحه قرفه. لا بس ريحه ايش؟ ريحه زنجبيل. فيكس. صح. ايوه. تخيل ان الفيكس يطلع من جذوع شجرة القرفة. أوه. هي تاخذ كبير يعني. يوم تاخذ كبير اكبر من كذي اكثر ريحة تطلع. واستخرجوا من الفيكس. فيكس 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 الدهان بوك. ايوه. هذه شجرة الفنس يقول لك يثمر 100 حبة من فوق لين تحت. تبدا يثمر. شوفوا هذه صغيرة تكبر بعدين ايش كبرها لين فوق. هيا لو بعد كل هذا اللي مشيناه مع البرواني يقول انتوا ما مشيتوا 1% من المزرعة. ما شاء الله مزرعة كبيرة. يقول يبالكم يوم كامل بس تخصصونها عندي. رضى البرواني نروح قال إلين ما تاكلوا قهوة المزرعة. فكل اللي راح تشوفوه هني من إنتاج المزرعة. شوفوا يا جماعة الخير كل اللي تشوفونه هني من إنتاج المزرعة، ما يشتروا شيء من برا، كل هذا من المزرعة. وأجمل ما في الفوالة الله فنايين بعلم عمان. جزاك الله خير برواني. يا أخي شغلي أنا كل يوم. الله يعطيك الصحة والعافية. شو يعني جيتوا هنا يعني أفرح يومي العرب. الله أكبر. النصارى. الله يعطيك الصحة والعافية. بنفتح لكم دكان الوالد يوسف البرواني. افتح. ما شاء الله تبارك الرحمن. فكل من حاب أن يأخذ البهارات من إنتاج مزرعته. شوفوا هذه البهارات كلها من إنتاج مزرعته. شوفوا ما شاء الله مجهزنها ومغلفنها ومكيسنها وجاهزة للي يبون البهارات. وهذا الشاي بالقرفة شاي من يا سلام عليك. سبايس تي.